بهالفيديو رح نلعب احد افضل الالعاب اللي نزلت هالسنة، لعبة مارفل Guardian of the Galaxy. لا 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 اقفز، الوضع صار فوضى. لا لا لا، هذه كيف اتفاداها؟ لا 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 لا، كيف ادخل هنا؟ يا الله يا الله. يب، مثل ما سمعتوا، مو قاعد ابالغ، هي احد افضل الالعاب اللي نزلت هالسنة، وهذا مو كلامي، لا هذا كلام النقاد والناس اللي قيموا اللعبة. مثل ما شايفين تقييمات اللعبة جدا عالية. طبعا اظن معظمكم بيعرف مين هم Guardian of the Galaxy، بس لو ما بتعرف، هم شخصيات من عالم مارفل السينمائي. اللي شاف اخر فيلمين افنجرز اللي فيهم ايرون مان، سبايدر مان وكل ابطال الخارقين، Guardian of the Galaxy كان لهم دور جدا كبير بالفيلمين. بس قبل ما نبدأ، مثل ما عودتكم، في giveaway على 3 نسخ للعبة Guardian of the Galaxy، واحدة هنا على اليوتيوب، واحدة على الانستغرام، وواحدة على تويتر. روابط الانستغرام وتويتر بالتعليق المثبت على اليوتيوب. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز على اللعبة، كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك تعليق مع المنصة اللي بدك تفوز عليها اللعبة، بلاي ستيشن، اكس بوكس او البي سي. بس قبل لا نبدا، في شيء ثاني. اذا كنت قاعد تشوف الفيديو بنفس يوم نزوله اللي هو تاريخ 26/11 او اليوم اللي بعده، فحاليا في عروض الجمعه البيضاء بموقع نيو ايج جدا جدا رهيبه. موقع نيو ايج هو اكبر موقع عالميا وعربيا للجيمرز او اللاعبين. واذا كنت قاعد تفكر تحول لعبك على البي سي، سواء بدك تبني بي سي او تشتري بي سي جاهز، فحاليا هو افضل وقت، لانه في عروض جدا رهيبة. على سبيل المثال، شوفوا هالبي سي قدامكم، هذا البي سي مبني جاهز وفيه كرت شاشة RTX 3060، وكم سعره؟ 6900 ريال. الكرت لوحده حاليا لو دورت على سعره على النت راح تلاقي سعره قد نص سعر هالجهاز. مثال ثاني، هاللابتوب الرهيب بكرت شاشة RTX 3080 كان سعره 10000 وحاليا 8700. واذا ودك انت تبني البي سي لوحدك، ففينك تشتري قطع البي سي متفرقة من الموقع، نفس المذربورد، كرت الشاشة، المعالج، هارد ديسك، رامات، باور سبلاي، كل شيء موجود، وحاليا كل شيء عليه خصومات. والشيء الرهيب انه عندهم توصيل مجاني على معظم المنتجات اللي في الموقع، راح تلاقي رابط الشراء بالتعليق المثبت وبالوصف. ويلا خلنا نروح على الفيديو. اوكي شباب، نحن حاليا بالمهمة الأولى بسفينة الفضاء، وشخصيات Guardian of the Galaxy موجودين. هذا الراكون، وهنا عندنا جامورا اللي شايف أفلام أفنجرز، هاي بتكون بنت ثانوس. اوكي، شوفوا المنظر الرهيب اللي قدامي. وعندنا دراكس، هذا من أفضل الشخصيات عندي، أكثر واحد هيك تحس غبي بس قوي بنفس الوقت. You know we're supposed to capture this monster, right? Not kill it. Of course. But I suspect it will not go down without a fight. والله الشخصيات بيتكلموا كتير 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 عن سوالف. وهذا جروت. جروت هذا ما عنده الا كلمة واحدة. I'm Groot. ايوه. You know, I don't understand you, Groot, but I'm going to assume you just said something super kind and thoughtful. يلا خلنا نبدا المهمه الاولى. اوكي، دخلنا على هالشيء الغريب، منطقه الحجر الصحي. اما حتى بالفضاء عندهم حجر صحي. اوكي، في وحش لازم نصيده حاليا. اوكي، كلنا رح نروح فيها. على ما حسب ما فهمت انه في وحش لازم نصيده ونبيعه لملكة. يلا هنبدأ بالمهمة. طبعا انا والراكون وجروت هنروح. والله نفس شكله بالفيلم بالضبط. شو هالشيء الوردي منتشر في كل مكان؟ والله تصميم المناطق باللعبة أسطوري، تحس حالك بالفضاء من جد. طبعا الفضاء في عالم مارفل الخيال، مو الفضاء الحقيقي. أوه أوكي، كيف رح أنط من هنا لهناك؟ في سلم أو شيء؟
رح نط واشوف يا نموت يا لا. اوه اوكي طلع عندي حذاء يطيرني. والله الشخص اللي يحب يسمع سوالف وهو قاعد يلعب راح يستمتع بهاللعبه. عم بيضلوا يتكلموا مع بعض وكل شوي يعطوني خيار اقولهم شيء. اوكي حاليا عندنا الصمغ لونه ازرق بس لازم اطلق عليه على ما اظن. يب. اوه طلعوا اسلحتي. السلاح ينشحن. الطلق اللي فيه لا غير نهائي. عندنا زحليقة هنا. اوكي. شو هذا بالضبط؟ هاي شو المخلوق بالضبط؟ كرة من المخاط. لا لا راح يذبحوني كرات المخاط. الشيء الحلو اقدر اني اضل طاير بالهواء. اطلعوا كذا واطلق وانا في الهواء. نظام الموفمنت او الحركه رهيب والله. اوكي لا 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 امشي كمل 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 كمل. اوف حاليا لا ما اظن اقدر انطلع هناك. بيسوي لنا جسر صح جروت؟ سوي لنا جسر يا خوي. اوكي لازم اطلب منه. حلو Let's see that cool viney thing. Yep, سوالنا جسر. It's one hell of a party. والله حلو اللعبة لكن أنا أتحكم بشخصية بيتر كويل البطل وكل شوي أستعين باقي الشخصيات عشان يسوي لي أشياء. أوكي وصلنا على المكان اللي نبيه بس البطارية اللي معانا فضيت لازم نحصل بطارية ثانية. أوكي أظن لقيته. خلنا نشيك هاي البطارية. ياب حلو ناخذ البطاريه ونعطيها للراكون. يا ليل رجعوا كرات المخاط دول. اوكي اظن جروت يقدر يشيلهم كلهم مره واحده. اي والله حبسهم كلهم. طب انا شو اسوي اذبحهم؟ اي والله صح هو يحبسهم وانا اذبحهم. اوكي احبسهم مره ثانيه. ايوه كفو كمل. اوف اوه جاينا البوس الحين. جاينا المخاط البوس واكثر من واحد. اوكي جروت جروت احبسهم. اوه ما اقدر يحبس الا واحدة لان هذول كبار. اوكي خلصنا على اخر كرة. اوه شو الوجه. اوكي تعال جروت. والله كفو جروت بدونه كنا علقنا من زمان. نحط الضارب لنشوف شو بيسوي. يا حبيبي. اوكي حاليا بيساعدنا الراكون بشيء. خلنا نشوف. قنبلة واحدة شالهم كل لا والله ما شالهم ما شالهم ما شالهم ما شالهم. اوكي اوكي جروت 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 احتاج انك تحبسهم. كفو كفو ايش فيهم الكرات المخاط الكبيرة علي. طب تعال يا راكون ارمي عليهم قنبلة. ايوه اوه والله وحش. خلصنا من المخاط. جانا حية ولا افعى. ارمي قنبلتك يا الراكون. ايوه يلا 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 حلو. شوفوا هالبرج الضخم. بجيب فينا العيد هالراكون. شخصيتي سحب عليهم والله. سوي شيء. ايوه والله وحش. طيب جروت شو بصير فيه؟ اوكي كفو. الحين لازم نروح على البوابة اللي في النص هناك.
Man, if that afterburner kicked on right now, we'd be toast. كفو، فتحنا البواب الوحش. Great, another turbine. Yes, maybe. وين طحت؟ ما كنت منتبه. اوكي، لازم ما نخبط اي مكان. سهلات. لا 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 لا. اوكي كفو. طب الحين كيف ندخل بالطيارة؟ لا 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 لا. اقفز. اوف. قوم. اوكي. الوضع صار فوضى بشكل كبير. اوكي. ما ادري كيف وصلت، بس وصلت. اوه، وين نحن؟ ليش عم يتسابقوا؟ شكله قطعة ذهب. انفينيتي ستون. هاي من الأحجار السبعة تبع عالم مارفل. أوه، شو هذا؟ شكله بوس فايت أو الوحش. That's concerning. شكله جداً مخيف. أوكي، قاعد يخبط علينا هالشيء. أو ممكن جروت. جروت إيه، نفس ما توقعت. معصب. ما حق. لا. شو هالمخ اللي قدامي؟ اوكي، شكله مقزز بس ضعيف. هذول لو لمسوني لمسة واحدة اموت، عشان كذا عم يعطوني اني اضل طاير. لا، خلص الطيران. لا، ما بيخسر على اخر واحد. تكفى. حلوين. كل شوي يجيني مخلوق غير ثاني. اوه، هذا هل تعالي؟ كفو يا وحش. اجا الفزعة. ايوه، حلو. اجت جامورا. خلنا نشوف شو راح تسوي لنا. اوه، هي شغل طعن. والله كفو. اوكي، لازم نخلي جامورا تقطع هالمكان او تقطع الحبل. اوه، والحين نبي دراكس يتشفشه على الزاويه، صح؟ يب. اوف، هذا معضل الف. وبس نتسلق خلاص. اوكي، رجعنا لكرات المخاط. بس هالمرة عندي الأربع شخصيات كلهم، أقدر أستعملهم واحد واحد، عشان كذا الوحوش كثير. عندي سوبر الحين. طيب، خليني أفعله. سوبر أغاني، إنه يسمع أغاني ويتحمس وهو قاعد يقتل، صح؟ شو قاعد يصير؟ It feels like they're everywhere, laughing at us. And yet, we cannot retreat. No one wants to retreat, big guy, but I gotta say, it's fucking scary out there, Quill. شو قاعد يصير؟ لا تغتروا فقط لأننا نعرف طبيعة اللعبة. الضحك أمام المخاطر. الضحك أمام المخاطر. ها، طبعا كله قاعد يصير بخياله. حلو، كانوا كلهم داخلين ورجعوا بعد الحركة اللي سويتها. حلو، خلي جروت يحبسهم. جامورا تقطع، بعدين نستعمل دراكس. اضربهم يا وحش.
أو الروكت خليه يرمي القنبلة تبعه. ارمي يا وحش. أوه. والله نظام الفايتنج كذا رهيب. لو أنت تقاتل بشخصيتك وتستعمل الأربعة اللي معاك عشان يتقاتلوا. أوكي شكله وصلنا على البوس فايت. ليش البوس شكله مخيف؟ هذا كيف راح نقاتله بالضبط؟ خلني استعمل روكت يرمي قنبلة. اه هو قاعد يتخبى ورا هالاشياء فلازم ندمرها. حلو فجرناها كلها. اوه جروت خليه يحبسها. اضرب هذا الوحش شكله جدا بريء. ايش بهالجمل؟ هلا شكله هذا الوحش. هذا هو. نحن الهدف كله ناخذ الوحش ونبيعه لملكة عشان تعطينا فلوس. فايه هذا هو. سادة كيف راح نقتله اصلا عشان ناخذه ونعطيه للملكة؟ يلا يلا. او شو هذا؟ هذا الوحش اللي حررناه اول شيء او الكائن الغريب. اوكي 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 اظن لازم نهرب. اوكي 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 لا 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 الوضع صعب. اوكي لازم ما اخبط اي مكان. اوكي 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 لا 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 اوكي يا رب ما اخبط بشيء. حلو اوه 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 لا 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 هذه كيف اتفاداها. لا 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 حلو 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 لا كيف ادخلنا. لا 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 اوه اقسم بالله قاعد احس اني بالحقيقه قاعد اسوق. اوكي 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 يمين 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 تحت تحت. حلو اوه مكتوب تحت اطلق النار. اوه اوكي اقدر اطلق على المتفجرات هذه. اوه لا 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 تحت 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 فوق 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 فوق. اوكي اوكي الاكس تيربو اظن لازم استعمل التيربو الان. ايوه حلو 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 اوكي خلصنا وطلعنا على الفضاء الخارجي. اوه مين طلق علينا؟ The Guardian of the Galaxy. اوكي يعني كل اللي لعبناه كانت المقدمة. فأي يا شباب هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات ارائكم عن اللعبة ولا تنسوا تشاركوا بالجيف اوي على اليوتيوب وبالجيف اوي على الانستغرام وتويتر. الروابط موجودة بالتعليق المثبت. وبس كان معكم في شركة ايال وشركة كيش. شكرا فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامة.